لك الحمد مولاي يا رب الأنام على الدين ثم العطايا الجسام، وصل على المصطفى في الأنام شفيع البرايا ليوم القيام. عباد الإله الغفور الرحيم، أتاكم من الله شهر عظيم، أتاكم بخير وفضل جسيم، فحيه حق عليكم عظيم. لقد أعظم الله فيه الأجور، وأرخى الأمانة به والسرور، وأذهب خوف البلا والشرور، فحيه حق عليكم عظيم. لقد فتح الله فيه الجنان، وزينها بليال حسان، وحور تضيء كمثل الجمان، فحيه حق عليكم عظيم. حصاها اليواقيت والجوهر، وتربتها المسك والعنبر، وألوان أفنانها تكثر، فحيه حق عليكم عظيم. وليلة قدر به أنزلت، وعن ألف شهر لكم عدلت، وفيها الدعاء مستجاب ثبات، فحيه حق عليكم عظيم. وغل الشياطين عن مكرهم، وأكبلهم فيه عن ضرهم، وأقعدهم ذاك عن شرهم، فحيه حق عليكم عظيم. أيا شهر منا عليك السلام، ومنا التحيات والاحترام، بترك الأذايا وفحش الكلام، أيا شهر منا عليك الوداع، فطمنا النفوس بعزم شديد، بسلسلة نسجت من حديد، ربطنا بها النفس عما تريد، أيا شهر منا عليك الوداع. إذا أقبل الليل وقت الفطور، رأيت الأنام جميعا حضور، عليهم من الصوم سيم ونور، أيا شهر منا عليك الوداع. إذا لبس الليل ثوب السواد، رأيت الخلائق من كل واد، يصلون ترويحهم في وداد، أيا شهر منا عليك الوداع. صفوفا يصلون مثل الجبال، تضيق المساجد منهم بحال، مطيعين لله رب الجلال، أيا شهر منا عليك الوداع. لقد فاز قوم بشهر الصيام، وطول القيام وترك المنام، يتلون آيات رب الأنام، أيا شهر منا عليك الوداع. فلله قوم كذا حلهم، وجاءت إلى الحق أعملهم، وعادت إلى الله آملهم، أيا شهر منا عليك الوداع. أيا شهر نرجوك يوم القيام، شفيعا لعبد أطال القيام، وآخر أخلاص فيك الصيام، أيا شهر منا عليك الوداع. أيا شهر نرجوك عند القضاء، لتشفع عن صائم مرتضى، وتسأل مولاك فيه الرضا، أيا شهر منا عليك الوداع. أيا شهر نرجوك عند الجنان، لندخل بابك باب الريان، تكون دليلا لنا مستعان، أيا شهر منا عليك الوداع. لقد فاز قوم بطول الخشوع، ودرف الدموع وترك الهجوع، قليل من الليل حتى الطلوع، أيا شهر منا عليك الوداع. أيا أكل الشهر ما تستحي، وربك فوقك منه استحي، وخف بطش مولاك منه انتحي، أيا شهر منا عليك الوداع.
أيا أكل الشهر ما ترعوي أطعت اللعين المريد الغوي فأغوك نهج الصراط السوي أيا شهر منا عليك الوداع أيا أكل الشهر أين المفر من الله كلا إذا لوزر جهنم مثوى لمن قد أصر أيا شهر منا عليك الوداع فمن ذا يطيق نار الوقود طعام شراب صديد الجلود أفق ويك قبل دخول الخلود أيا شهر منا عليك الوداع إلهي بجاه النبي الكريم محمد المصطفى المستقيم شفيع البرايا ليوم عظيم أيا شهر منا عليك الوداع بأن تقبلن لنا صومنا وتغفر يا سيدي حبنا وتمحي الأساءة عمن جنى أيا شهر منا عليك الوداع فسامح خطأنا ونسياننا وتقصيرنا فيك يا ربنا فأنت رحيم لطيف بنا أيا شهر منا عليك الوداع وأنت عليم بأن ذا الوداع تضمن حثا لرب مطاع وشوق عبدا إليك أطاع أيا شهر منا عليك الوداع وخوف عبدا أضاع الصيام ولم يرع حقا لذاك المقام ولم يذكر الهول يوم القيام أيا شهر منا عليك الوداع وذكر عبا وذكر قلبا إليك أناب وخشيته أسبلت بانسكاب لخوف عراه لذاك الجناب أيا شهر منا عليك الوداع وابن عبيد أتى بالقريض فأجبر له كسر عظم وميض فاغفر له كل ذنب مهيض أيا شهر منا عليك الوداع وجد بصلاة لخير الأنام تكون ختاما لهذا النظام كذا آله الأصفياء الكرام وأصحابه عمهم بالسلام.